ماما سلمى يا بنتا. يا بنات يا ولاد افرحوا له، هي ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنت خجيه. مش هنسى. يا صباح الورد والفل والياسمين والخير الكتير على كل اصحابنا وحبايبنا اللي شايفيننا وسمعيننا دلوقتي في كل مكان. وحشتونا جدا جدا جدا، والنهارده احنا في مكان جميل جميل جميل. صباح الفل يا بنتوخي. انا خضيتك ولا ايه؟ لا خالص يا ماما سلمى. صباح الفل يا ماما سلمى. معلش اصل انا سرحان شويه ومحتار حبتين ومركز عشان افهم حاجه كده. حد يبقى سرحان في المكان الحلو الجميل ده؟ بس والله يصدق هو مكان حلو برضه. انت ليه تسرح في ايه يعني؟ ايه اللي سرحان فيه؟ اصل عايز افهم الشكل اللي كان في مدخل الحديقه بتاعت الطفل اللي دخلناه من شويه. انا برضو وقفت قدام الشكل ده شويه. خلينا بقى نعرف صحابنا اصلا احنا فين النهارده. احنا النهارده في مركز الطفل للحضاره والابداع. ناس بتقول عليه متحف الطفل وناس بتقول عليه حديقه الطفل، وهو مكان فعلا فيه كل الحاجات دي. واحنا داخلين فعلا يا بنتخ، انا برضو وقفت قدام الشكل ده. تخيل قعدت افكر لغايه لما وصلت للشكل ده معناه ايه. بس خلينا الاول نتعرف على اصحابنا وبعدين هقول لك. اتفقنا؟ يعني اقعد استنى كتير كده لحد ما اعرف معناه ايه ام سلمى؟ بحب اشوقك انا. ليه؟ صباح الخير، ازيكم؟ الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله. يلا نتعرف عليكم. اسمك ايه؟ رودينا محمد. ازيك يا رودينا؟ عندك كام سنه؟ 12 سنه. ايه بقى الحاجات اللي بتحبي تعمليها في الاجازه يا رودينا كده؟ بحب العب والعب رياضه. بحب العب سباحه. حلوة قوي، جميل. طيب حلمك ايه يا رودينا؟ عايزه تعملي ايه لما تكبري؟ عايزه اكون مرشده سياحيه. يا سلام، ده انت النهارده هتتبسطي جدا بقى. هتتبسطي جدا، هتعرفي معلومات كتيره حلوه ممكن تفيدك بعد كده ان شاء الله لما تشتغلي مرشده سياحيه. ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي ادهم. ازيك يا ادهم؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ عندي 13 سنه. بتحب تعمل ايه ادهم في الاجازه؟ احكي لي. بحب العب سباحه وكاراتيه. هايل. بتلعب كاراتيه؟ الحزام اللي ايه دلوقتي؟ يعني داخل على الازرق. حلو قوي. طيب ونفسك تعمل ايه لما تكبر؟ نفسي ابقى مهندس. مهندس ان شاء الله. اول مره تيجي هنا المكان ده؟ لا كنت جيت قبل كده وانا صغير. انا بعرف ان في رحلات كتيره قوي بيطلعوها هنا واطفال كتير. انا شخصيا مثلا ولادي جم المكان ده تقريبا 3-4 مرات وهم في المدرسه. هو مكان حلو قوي. اسمك ايه؟ انس. ازيك يا انس؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. عندك كام سنه يا انس؟ 10 سنين. طيب بتحب تعمل ايه بقى؟ احكي لي في الاجازه. بحب العب والعب كره قدم. حلو. وكمان العب سباحه. كره قدم وسباحه، برافو عليك. اسمك ايه؟ روفانا. روفانا، ازيك يا روفانا؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين. هاي بتحبي تعملي ايه بقى في الاجازه؟ بحب العب رياضه وباليه وسباحه. باليه وسباحه، حلو قوي. وعايزه تعملي ايه لما تكبري؟ عايزه اطلع دكتوره اطفال. دكتوره اطفال؟ جميلة قوي، هتبقي دكتورة حلوة خالص يا روفانا والله. اسمك ايه؟ اسمي حنين. ازيك يا حنين؟ اسمك جميل. عندك كام سنة يا حنين؟ أنا عندي 11 سنة. احكي لي بتحبي تعملي ايه يا حنين في الأجازة؟ أنا بحب ألعب سباحة وبحب برضو يعني أرسم وأعمل كل حاجة. ده جميل. وعايزة تعملي ايه لما تكبري؟ عايزة أبقى دكتورة. دكتورة برضو، ماشي. اسمك ايه يا جميل؟ انا اياد فايش. ازيك يا اياد؟ انا بحب اسم اياد جدا. وانس. وانت؟ طيب. وعندك كام سنه يا ايدو؟ 9. 9 سنين. بتحب تعمل ايه يا اياد؟ بنروح العب كاراتيه. تلعب كاراتيه، برافو عليك. وانت دلوقتي في الحزام اللي لونه ايه؟ اصفر. اصفر، برافو عليك يا اياد. بس احتر. برافو عليك. طيب وعايز اعمل ايه لما تكبر بقى يا ايدو؟ طيار يهندس. مهندس طيار؟ ايه ده حلو ده. عايز تطير بالطياره؟ ولا تصلح الطياره ولا الاثنين؟ الاثنين. ماشي يا ايدو. جيت هنا قبل كده؟ لا، اول مره تيجي النهارده مركز الطفل للحضاره والابداع. المكان حلو جدا يا اولاد كده زي ما احنا شايفين.
احنا في يعني في جناين واسعه وجميله جدا وفيها حاجات كتير لذيذه. بس انا عايز ارد على بنتخ بقى على سؤاله. انتوا شفتوا الشكل اللي كان في المدخل واحنا داخلين يا اولاد كلكم صح؟ ايوه ايوه. طب هو الشكل ده كان عباره عن ايه يا بنتخ؟ كان عباره عن حاجه زي هرم مش كده؟ ايوه. وحواليه ايه بقى؟ ايه بقى اللي حواليه ده بقى؟ كواكب. برافو. وحواليه ايه يا بنتوخي؟ كواكب. وحواليه كواكب. تفتكر ده بقى الشكل ده ممكن يرمز لايه او يدل على ايه؟ مش عارف يا ماما سلمى. هقول لك، الهرم اكتر حاجه بتدل على ايه؟ على حضارتنا احنا كمصريين مش كده؟ اجدادنا المصريين القدماء ابدعوا في بنى الهرم وحيروا العالم كله في اسرار كتير جدا في بنى الهرم. وفي نفس الوقت هم كمان اول ناس اكتشفوا علم الفلك. فهم كده جمعوا يا بنتوخي في الرمز ده يعني ما بين الهرم اللي هو الحضاره والفلك. عندنا معلومات كتيره جدا جدا هيقولها لنا بقى دلوقتي ضيفنا، هيدخل معانا وهيقول لنا بقى معلومات كتيره وجميله جدا عن المكان الحلو اللي احنا موجودين فيه ده. استاذ احمد بكر امين المتحف، اتفضل يا استاذ احمد. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا ام سلمى؟ تمام. صباح الخير يا اولاد، عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. صباح الخير يا بنتك. اهلا. صباح الفل. انا عندي اسئله كتير عايزين نسال فيها. بنتك عنده اسئله على كل الاسئله. طب انا عايز اسالكم يا اولاد، انتوا حد عنده اسئله؟ طيب الاستاذ احمد هو معانا النهارده بقى وهيقول لنا كل الحاجات هنا في الجنينه الجميله دي. مين اللي عنده سؤال يمسك المايك ويسال؟ يلا يا انس، عايز تسال ايه؟ هو ايه المجرى البني اللي كان اول لما بندخل كده بنلاقيه؟ النيل مش كده ولا ايه؟ النيل. احكي لنا بقى يا استاذ احمد. احنا عندنا الحديقه بتاعتنا بتتكلم عن نهر النيل. اول حاجه بنشوفها بعد الشعار اللي ماما سلمى اتكلمت عنه، نهر النيل. بنعرف ان نهر النيل ليه منبعين، منبع من النيل الازرق من اثيوبيا، ومنبع النيل الابيض بيجي من البحيرات العظمى. والاثنين بيتقابلوا مع بعض في الخرطوم عاصمه السودان. تمام. بعد كده بيجي لنا مصر، يتفرع لفرعين، فرع دمياط وفرع رشيد، ويصب في البحر المتوسط. تمام. طول مجرى نهر النيل 6650 كيلومتر. واو. تمام. بيعدي على كام دوله؟ 11 دوله. تمام. اسمهم الاندوجو. يعني ايه الاندوجو؟ معنى كلمه الاندوجو يعني الاخاء باللغه الاثيوبيه القديمه. الاخاء. احنا كلنا يعني اخوات. احنا كلنا يعني. اخوات. جميل. وبنتشارك مع بعضينا نهر النيل. النيل صح. تمام. طيب اشمعنا خدنا المنبع بتاع اثيوبيا وجبناه هنا؟ عشان المنبع بتاع اثيوبيا دوت مش بيجيب لنا ميه بس، ده كمان بيجيب لنا الطمي اللي عمل لنا الارض الزراعيه الجميله اللي بنقدر نزرع عليها من الاف السنين. صح. تمام. صح. عشان كده النيل في المكان دوت لونه بني. صح. خدتوا بالكم يا اولاد انه فعلا المجرى المرسوم هنا يعني شبه النيل من اوله بني وبعد كده بتحول ازرق. فين بقى الحته اللي بتحول فيها ازرق؟ فين بقى الحته اللي بتحول فيها ازرق؟ ها قلنا ان هما بيتقابلوا فين؟ بيتقابلوا فين؟ عند الخرطوم. برافو. بالظبط. برافو يا بنتوخ. عاصمه السودان. صح يا بنتوخ. برافو عليك، انت شاطر قوي يا بنتوخ. الشطاره دي شكرا. حلو جدا. ولان ده بقى مركز الطفل للحضاره والابداع، فالحضاره اصلها او سبب الحضاره في مصر كان النيل يا اولاد. فالنيل نقدر نقول ان هو اصل الحضاره او هو سبب الحضاره في مصر. برافو. بالزبط. مين تاني عنده سؤال يا اولاد يحب يسال؟ خدي المايك قولي لنا يا روبان. هو ليه المتحف ابتدى بنهر النيل؟ المتحف بدا بنهر النيل عشان نعرف الاطفال باهميه النيل. حلو. تمام. ونعرفهم ان مش احنا بس اللي بنشرب من نهر النيل، لا احنا معانا كام دوله كمان؟ دول الاخوه. 10 دول. احنا كلنا 11. واحنا بالزبط. رقم 11. بالظبط بالظبط. تمام. جميل جدا. طيب بنتوخي. ايوه. انت اكيد عندك اسئله انا متاكده. وانا بصراحه عندي سؤال كده. قول. يعني عايز اعرف بقى، هل ينفع اتصور والمس الحيوانات اللي موجوده هنا في المتحف؟ والله انا كنت متاكده انك هتسال السؤال ده يا بنتخ. انت كل حته بتروح تقول انا عايز اتصور. نفسي نفسي. طب اقول لك على حاجه. سيلفي. طيب اقول لك بقى صادمة. على حاجه صادمه بالنسبه له لان هو على طول بقول له لا. الاجابه ايه بقى يا استاذ؟ طيب اقول لك على حاجه. احنا هنا المكان قايم على التعليم التفاعلي. تمام. فالطفل بيسمع الجايد اللي بيشرح له وبيقدر ان هو يلمس الحيوانات والمجسمات. أيوة. ويلعب بيها، ما عندناش اي مشكله خالص. وبيتصور معاها كمان. بيتصور معاها ممكن طبعا. ما اعرفش ده صح.
واطفال بيركبوا اصلا على الفيل مثلا ويتصوروا معاه وحاجات. انا نفسي اتصور جنب الفيل الكبير اللي هناك ده يا ماما سلمى. هو مش صح قوي ان احنا طبعا لو صغننين نركب ونطلع فوق الحاجات ديت عشان ما تتكسرش، بس ممكن ان احنا نلمسها ونصور معاها. اه ممكن جدا طبعا نصور معاها. وفي حاجات هنا جميله قوي يعني، في ورانا هنا الزرافه الحلوه الجميله دي. هو الفيل ده اصله منين؟ الفيل ده الافريقي مش كده؟ افريقي بالظبط كده. طب عرفت منين بقى يا ام سلمى انه افريقي؟ منين انه افريقي؟ عرفت منين انه افريقي؟ عشان ودانه شافه قاره افريقيا. صحيح. بجد والله ده سبب فعلا. وكمان عايزه اقول لكم بقى ان الفيل الافريقي ده هو اقوى الحيوانات على الاطلاق، اقوى من الاسد كمان تخيلوا، لانه طبعا ضخم جدا زي ما انتم شايفين صح؟ ايوه. وفي كمان زرافه حلوه ورانا. اقول لكم حاجه على الزرافه غريبه جدا، انتوا عارفين صوت الزرافه ولا مش عارفين؟ سمعتوا قبل كده الزرافه؟ حد سمع صوت الزرافه؟ انتوا عارفين الزرافه ملهاش صوت؟ دي معلومه غريبه جدا انا برضو اكتشفتها. تخيلوا مع كل الرقبه الطويله دي مفيش احبال صوتيه، تخيل. صح. تخيل. يمكن عشان طويله سبحان الله ما تعرفش. والله في حاجات حلوه قوي. انا عايزه بقى اسالك انا سؤال. هنا في الحديقه، لان انا بقول لك ولادي جم كذا رحله هنا تبع مدرستهم، في انشطه كتير هنا في الحديقه نفسها بعيدا يعني قبل ما ندخل حتى المتحف جوه. اولا طبعا في حدائق كتيره وواسعه وجميله صراحه جدا، وغير اشكال الحيوانات والنباتات. انا كمان في حاجه حلوه اعتقد انه مع مجرى النيل، لانه محاكاه لشكل النيل، كل منطقه بتحاكي المنطقه الحقيقيه اللي فيها نهر النيل. الدوله اللي فيها نهر النيل يعني اقصد البيئه المحيطه، الاشجار كده، الحيوانات مش كده؟ طبعا. فعندنا في الاول غابات تقريبا، المكان معمول بعنايه قوي ان كل حاجه تحاكي البيئه بتاعتها. حلو. فمثلا عندنا في اثيوبيا بنشوف فرس النهر. تمام. بعد كده لما بندخل شويه بيبقى في عندنا الغابات المطيره. تمام. بتبقى اشجار كثيفه جدا بالزبط. والاشجار دي بتتشابك مع بعضها تعمل حاجه اسمها الغطاء التاجي. تمام. فده بيمنع الشمس والميه ان هم ينزلوا لسطح التربه تحت. تمام. فتقريبا ما بيعيش حاجه في المكان دوت. تمام. بعد كده الامطار بتقل شويه وبتبقى امطار صيفيه، فبيطلع عندنا حشائش السافانا. تمام. كلنا درسنا حشائش السافانا، عارفينها اكيد في الجغرافيا. تمام. دي اللي بيقدر نقدر نقول عليها ان فيها الحياه البريه. تمام. طبعا بيبقى فيه حيوانات عاشبه بتاكل الاعشاب وبيتغذى عليها حيوانات مفترسه. تمام. فمثلا الحيوانات العاشبه اللي موجوده عندنا الفيل. تمام. ومثال الحيوان المفترس الايه؟ الاسد. تمام. كل دول موجودين. كل دول موجودين. وبنفضل مكملين لغايه لما نوصل البحر المتوسط؟ بنفضل مكملين لحد لما النيل بيصب معانا في البحر المتوسط. طب جميل والله. انا مبسوط قوي يا ماما سلمى، لقيت المكان واسع وجميل وممكن الواحد يجري ويلعب براحته بقى. ده حقيقي فعلا، المكان هنا واسع وجميل. هنتبسط النهارده في جولتنا اكيد. بس لازم نحافظ على نظافه المكان. ده ايه الشطاره دي يا بنت؟ ايه رايك بقى شفتي؟ شوفوا مين اللي بيتكلم. خبره جامده من المكان. ايوه صح، انت بقى عندك خبره يا بنتوخي. عندك حق. محدش يرمي ورق حلويات على الارض ولا اي حاجه، ولا يقطف ورد ولا زرق ولا ايه، يحافظ على نظافه المكان وعشان يبقى نضيف وجميل. ايه الشطاره دي؟ انا فرحانه قوي ببنتك. طب ايه عندك معلومات تانية مثيره عن اي حيوان من الحيوانات اللي موجودين هنا؟ في معلومات كتيره. طب ما تقول لنا كده. مثلا الفيل، نعرف ابن الفيل اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه دغفل. اسمه ايه؟ دغفل. طيب. تمام. فترة الحملة عند الفيل قد ايه؟ اشرف مين يعني؟ ما انت هنهزر يا وجهي. انا اسميه كده وخلاص يعني. لا ده هتسمي ابنه اشرف؟ عشان انا ده عارف ادلعه اقول له اشروف او كده. اقول له دغفول عادي. طيب انت قلت معلومة تانية ايه بقى؟ فترة الحملة عند الفيل 22 شهر. يا نهار ابيض. يعني قرب السنتين. 22. يا نهار ابيض. دغفل بيتولد حوالي 100 كيلو ان ما كانش اكتر. اوكي فيل بقى فيل. طيب احنا دلوقتي تقريبا عرفنا عنده زلومه بقى. ايوه طبعا ممكن نزلم عليه يعني، نلاقي الزلومه من زلمين بنتخ بقى والافيهات بتاعت بنتخ ويعني الموضوع مش قادر، لازم اقول حاجه مش طيب بقول لك يا استاذ احمد دلوقتي احنا هندخل المفروض بعد ما يعني عرفنا ايه الحاجات اللي موجوده في الحديقه هندخل المتحف. بنشكرك جدا استاذ احمد بكر على المعلومات القيمه اللي اديتها لنا دي، ودلوقتي بقى كلنا متشوقين ان احنا ندخل نشوف المتحف مش كده؟ يلا نبدا جولتنا في المتحف. يلا Thank you.
مركز الطفل للحضاره والابداع. احنا دلوقتي في الدور اللي بيتكلم عن الحضاره المصريه القديمه وعن الاهرامات بقى وبنى الهرم، وهنعمل حاجات حلوه كتير قوي هنا، وهنعرف هنشوف ايه هنا من ضيفتنا او احنا اللي ضيوفها بقى. ريهام عبد الوهاب من امناء المتحف هنا، اهلا بيكي. اهلا بيكي. صباح الفل. صباح الخير. بصي المكان حقيقه رائع يعني، بس في معلومات كتيره وفي حاجات حلوه قوي بنستفيد منها هنا فعلا. فقولي لي بقى الدور ده في ايه بالظبط كده من اوله كده، من اول ما ندخل. طيب احنا اصلا المتحف بتاعنا الزياره بتاعته بتبقى عباره عن مغامره للاطفال. صح. احنا بنروح مغامره في علم الاثار. حلو. طيب علم الاثار ده علم كبير جدا. احنا عندنا الاثار المصريه القديمه كلها، القدماء المصريين سابوا لنا اكبر شاهد لينا على الحضاره المصريه القديمه هي ايه؟ حد عارف؟ اكتر حاجه مشهوره وكبيره قوي نروح نزورها ايه؟ قولوا. الهرم. الهرم. برافو. بالظبط الهرم. برافو. طيب هي اكبر شاهد على الحضاره المصريه. الهرم الكبير بقى. الهرم الكبير بالظبط. فاحنا عشان كده بناخد اسانسير وننزل في آلة زمن، كانه آلة زمن، ونروح مغامره حلوه جدا مع القدماء المصريين. المغامره بتاعتنا بتبدا بالهرم الكبير بتاعنا، هرم الملك خوفو، لانه اكبر الاهرامات، واحد من عجائب الدنيا السبعه. صح. فعشان كده الاكتشافات فيه مستمره حتى الان. فالهرم ده عشان هو كبير ومهم، احنا النهارده بنتفرج على فيلم حلو جدا، بنشوف مع بعض مع دكتور زاهي حواس اشهر عالم اثار موجود عندنا في مصر. عارفين عالم الاثار؟ هو بيشتغل ايه؟ هو اللي بينقب وبيبحث ويدور ويطلع الحاجات بتاعت قدماء المصريين عشان يقدر ان هو يكتشفها ويقول لنا الحاجات دي بتاعت مين. حلو قوي. في فيلم ده بيورينا ازاي كانوا بينقلوا الاحجار الضخمه الكبيره. الاحجار الكبيره دي كانت بتتنقل عن طريق حاجه اسمها زلاجات. عارفين العجله من الخشب؟ حط عليها الحجر ويبتدي ان هو يشدوها لحد مكان البناء بتاعها. الاهرامات دي عباره عن ايه؟ مقابر للملوك. صح. كانوا بيحطوا فيها ايه؟ حد عارف؟ كانوا بيحطوا فيها الكنوز. كنوز. برافو. والتابوت بتاع الملك. شاطر جدا. طيب التابوت ده اللي بنحط فيه الموميا، هم كانوا بيبنوا حجرات او غرف جوه الهرم ده علشان يقدروا يحطوا كل الحاجات بتاعتهم جوه الهرم الكبير بتاعنا. فاحنا بنشوف تصميم للهرم من جوه ونشوف شكله عامل ازاي عشان الناس تقدر تزوره. بعد كده بندخل مغامره جوه الهرم نفسه، لان احنا عاملين المدخل بتاعه، نفضل نمشي في ممر طويل لحد ما نوصل لغرفه الدفن بتاعت الملك ونشوف شكل التابوت بتاع الملك بتاعنا. انا عايز اسالكم يا اولاد، هو حد فيكم زار الاهرامات قبل كده ودخل جوه الهرم؟ دخلت جوه الهرم؟ انت عارفه لما دخلت جوه الهرم يعني كنا بقى احنا بنوطي كده علشان الجزء اللي بنمشي فيه ده، بس فعلا هي مغامره رائعه ان احنا نقدر نعمل شبهها بقى في مكان يعني ايه مفتوح شويه ونفهم ايه اللي جوه الهرم. حلو قوي. بالظبط. احنا بنكتشف بقى مع بعض الحاجات اللي بنشوفها لحد ما نوصل اوضه الدفن بتاعت الملك. عرفنا ان هي اوضه الدفن لان كان فيها الصندوق او التابوت بتاعه ومكتوب عليه الخرطوش بتاعه والاسم بتاع الملك. تمام. كمان بنشوف تمثال صغير جدا للملك خوفو، لانه ما كانش عنده تماثيل كبيره ضخمه زي الهرم بتاعه، عنده تمثال صغير طوله 7 سم ونص. طيب احنا لما دخلنا الاهرامات كان في واحد شاطر جدا طبعا، هو اللي عمل لنا الممر ده، اسمه الخليفه المامون، ده في القرن التاسع حفر ووصل لحد غرفه الدفن، كان فاكر هيلاقي ذهب وكنوز جوه الهرم. بس مع الاسف ما لقاش حاجه، لان كان عندهم لصوص المقابر، الناس اللي بتروح تسرق الاهرامات دخلوا وسرقوا كل الحاجات بتاعه الملك. لما احنا اكتشفناها لقيناها كلها فاضيه، خلصت خلاص. لا بس في كنز وحيد بقى لقيناه عند الاهرامات. الكنز ده بتاع مامه الملك، اسمها الملكه حتشبحرس، مامه الملك خوفو. بنشوف نموذج للمجوهرات بتاعتها اللي احنا لقيناها، لقيناها بالصدفه جدا. حكايتها او الطريقه بتاعتها كانت مجرد بالصدفه، لقاها واحد كان المفروض في بعثه بتدور او بتعمل حفير عند منطقه الجيزه. حاطط الستاند بتاع الكاميرا بتاعته، بس سنه 1925. طبعا الكاميرا حجمها كبير وشكلها مختلف عن دلوقتي. طبعا بيحطوا الكاميرا بتاعته بياخد صور للاهرامات، فجاه لقى الستاند ده بينزل تحت في الرمل. لقوا المكان ده شكله غريب، جم العلماء حفروا وبحثوا، لقوا بير تحت الارض موجود فيه اوضه فيها كل الكنوز بتاعت مامه الملك خوفو، اسمها الملكه حتشبحرس، فيها السرير والدولاب وصندوق المجوهرات بتاعتها، كلها دلوقتي موجوده في المتحف المصري. ايه ده، حلو قوي الطريقه اللي لقوها بيها. واحنا بنتعلم دايما ان الاثار مش لازم احنا ندور عليها ونبحث عليها، ممكن الناس تلاقيها بالصدفه، فعلشان كده زي القصه اللي احنا شفناها بتاعت الملكه حتشبحرس. حلو قوي. طيب بعد ما خلصنا قولي انت. هو مش الناس اللي بتدخل علماء الاثار والناس اللي بتدخل جوه الهرم مش بيبقى في خطر عليهم عشان الفخوخ؟ طيب ما هو في متاهات وفي فخوخ، طبعا في خطر كبير جدا، في مجازفه كبيره جدا هم بيقدروا يدخلوا، بس هم دايما بيدرسوا او بيعرفوا الخريطه بتاعت المكان هي ايه، عشان كده هو لازم ياخد معاه خريطه قبل ما يدخل، لازم يبقى عارف المكان ده جواه شكله عامل ازاي او المنطقه نفسها شكلها عامل ازاي. قدماء المصريين كانوا بيعملوا متاهات جوه الاهرامات بتاعتهم وجوه الحاجات بتاعتهم عشان ما حدش يروح يسرقها،
بس ممكن يكون اصلا من ضمن العمال اللي هم كانوا بيبنوا الهرم، ممكن يكون هم من ضمنهم اللصوص اللي كانوا بيسرقوا الحاجات بتاعه الملك. فعشان كده ممكن يكون هم عارفين الطريق كويس. ايه ده حلو السؤال ده يا عم والله، حلو عجبني. طيب بعد ما خلصنا مغامره الهرم واحنا جوه الهرم وشفنا وصلنا لغايه اوضه الدفن، بعد كده بقى بنشوف ايه تاني هنا؟ بندخل على تصميم جديد للهرم، احنا بنشوف شكل الحجرات بتاعته. عندنا لعبه حلوه جدا اسمها لعبه الروبوت. اللعبه دي بتورينا ازاي التكنولوجيا تقدر تساعدنا في ان احنا نكتشف الاهرامات بتاعتنا، لان كان في اكتشاف من فتره قريبه شويه اللي هو سنه 2002 زي حواس اكتشف الممرات بتاعه التهويه جوه الهرم. يعني ايه ممرات تهويه؟ قدماء المصريين كانوا عاملين ممرات صغيره جدا وضيقه جدا جوه الهرم، 4 ممرات. الممرات دي كانوا العلماء فاكرينها ان هي بتدخل هواء جوه الهرم. احنا ينفع ندخل هواء جوه الهرم؟ لا، عشان عندنا ايه؟ موميا متحنطه صح، واكل متحنط وحاجات متحنطه. لو دخلنا الهواء ايه اللي هيحصل؟ لا ما ينفعش. هو ايه اللي هيحصل لها؟ هتبوظ، هتتعفن. يعني الهواء ما ينفعش يبقى على الحاجات اللي متحنطه دي. بالظبط، ما ينفعش ندخل مصادر تهويه. هما بيحاولوا يقفلوا على قد ما بيقدروا عشان يمنعوا الهواء ما الحاجات دي ما تفسدش معاهم بسرعه. هما عايزينهم لفتره طويله، ان عندهم اعتقاد هيصحوا يعيشوا تاني، فلازم تكون الحاجات دي موجوده معاهم في العالم التاني. طيب تمام. احنا الممرات دي لحد فتره قريبه كنا فاكرينها انفاق للتهويه، لحد ما جه زي حواس عمل روبوت هو وعالم الماني اسمه رودولف، ودخلوا الروبوت ده جوه الممرات دي عشان يمشي جواها ويبتدي ان هو يفتحها. لما دخل لقاها مقفوله بلوك من الاخر. طيب يعني مفيش تهويه، مفيش تهوية ولا حاجه، لكن لقوها بتحدد نجوم في السماء مهمه جدا. طيب احنا عندنا فصل الفيضان عشان يبدا كان لازم المصري القديم يعرف بظهوره في نجم اسمه نجم الشعر اليماني. النجم ده اول ما بيظهر على طول في السماء معناها ان الفيضان بتاع نهر النيل جاي. فكان في ممر بيحدد نجم الشعر اليماني. في نجمه ثانيه اسمها النجم القطبي، ده مهم جدا عند المصري القديم. النجم القطبي ده بيعرفوا بيه بعد ما الانسان بيموت، عندهم فكره ان هو هيصحى ويعيش تاني صح. الروح بتاعته بتصعد، بس تكون الارواح الطيبه بس الناس الكويسين، تصعد عند النجمه دي تتجمع، ولما يرجع يعيش الحياه مره ثانيه تدخل له من الفتحه دي مره ثانيه. دي الفكره بتاعت المصري. عندهم معتقدات كتيره قوي الصراحه. دي الاعتقاد بتاعهم. كمان شكل الهرم قالوا لنا العلماء ان هو مبني على شكل الاتجاهات الاربعه الاصليه بتاعتنا. حد يعرف الاتجاهات الاربعه الاصليه بتاعتنا اسمهم ايه؟ قول. اللي هو شرق وغرب وشمال وجنوب. برافو عليك. فهو معمول بالشكل ده، لقوا ان هو مبني على شكل الاتجاهات الاربعه الاصليه بتاعتنا. فدي الفكره بتاعتنا. احنا بقى بنجاوب على اسئله ونشوف مين اسرع روبوت هيوصل للقمه بتاعت الهرم بتاعنا. تمام. في اللعبه بتاعتنا بتاعت الروبوت دي اللعبه. ماشي، بعد لعبه الروبوت بقى في ايه؟ طيب بندخل على تطور بناء الاهرامات. احنا عارفين كل حاجه كبيره او عظيمه احنا بنعملها بتكون في محاولات قبلها صح؟ طبعا. الانسان مش بيبني حاجه كبيره على طول، لازم يعمل حاجه الاول، بعد كده ممكن يغلط فيها صح، بعد كده ممكن يحاول وما ينجحش ويحاول لغايه لما يعمل محاوله ناجحه الاخيره. يصلح ويحاول ويحاول لحد ما يوصل لحاجه كبيره جدا. احنا كده في نفس الفكره في الاهرامات، ان الانسان عشان يعمل الفكره بتاعته ان هو هيدفن الناس بتاعته كان بيعمل حفره بسيطه في الارض، بعد كده كبر الحفره دي خلاها اوضه تحت الارض، بعد كده بقت اوض كتيره جنب بعضها وحط من فوق شكل اسمه مصطبه، هو مستطيل من الحجر. بعد كده بنى اول هرم اتبنى في التاريخ عندنا، هرم سقاره المدرج اللي هو عباره عن 6 مصاطب فوق بعضهم. جه في اخطاء في البناء في عصر الملك سنفرو بابا الملك خوفو، عمل هرمين، واحد مايل شويه والتاني غير مكتمل. جينا في عصر بنات الاهرام اللي هو الاسره الرابعه خوفو وخفرع من كورع، بنوا اعظم اهرامات اتبنت عندنا في التاريخ. ده التطور بتاعنا. شفتوا بدانا من حاجه صغيره لحد ما وصلنا لحاجه كبيره جدا موجوده معانا لحد دلوقتي. طيب عدد الاهرامات في مصر كم هرم تفتكروا؟ تعرفوا في كم هرم في مصر؟ هو في كتير. يعني ممكن كام رقم لو انت حافظ؟ ها قولي كده. 6. مين يزود؟ 10 مثلا. 10 هم. خليها تقول. ها ممكن 4. هم 4؟ احنا لسه متكلمين عن 4 لوحدنا دلوقتي. احنا عندنا 4 اكيد اكتر. طيب قولي لنا بقى، احنا عندنا في مصر اكتر من 123 هرم. اتفضلوا بقى. رقم كبير جدا. شوفوا الارقام بقى عامله ازاي. طيب ده مش معناه ان كل الملوك بنت اهرامات. ده في ناس تانية بنت حاجات تانية بعد كده هنعرفها كمان شويه. طيب كمان عندنا خريطه باهم المواقع الاثريه اللي موجوده في مصر. مصر مليانه اثار من الجنوب لحد الشمال لحد اسكندريه في العصر الياني الروماني. طيب الاثار دي كلها بتبقى عندنا مواقع معموله بازل، هنبتدي نحط الموقع بتاعنا في مكانه. كل واحد عارف معبد مهم، مقبره مهمه، هرم مهم، فبنحطه في مكانه علشان نقدر نعرف المواقع بتاعتنا موجوده في كل محافظه فين. تمام. طيب بعد كده بندخل او بنعرف معلومات عن هرم الاهرامات المشهوره عندنا.
في لعبه بنختار هرم ويقول لنا المعلومات دي، الهرم ده بتاع مين واتبنى في الاسره الكام والشكل بتاعه عامل ازاي. طيب المصري القديم ما كانش بيبني اهرامات بس، ده كان عنده حضاره كبيره جدا. الحضاره دي فيها حاجه اسمها الفنون. الفن زي ايه؟ زي الرسم والتلوين، صح؟ صح. مين فينا بيحب الرسم والتلوين؟ كلنا كلنا. بصوا اصلا الالوان اللي حوالينا دي الجميله، العمدان دي ده اصلا ده المعابر كلها عباره عن رسومات والوان. بالظبط. هو كان بيحب الرسم والتلوين جدا جدا. احنا بنشتري دلوقتي الواننا من المكتبه، صح؟ صح. لكن هو كان بيتعب جدا عشان يطلع الالوان بتاعته، بيبتدي ان هو يدور على الالوان في الطبيعه اللي حواليه، زي الاحجار الملونه. مش احنا بنبقى ماشيين بنلاقي ساعات احجار ملونه؟ كان بياخد الاحجار دي بيبتدي ان هو يطحنها جامد جدا جدا، الصخور الملونه دي، ويبتدي يحط عليها ميه علشان يقدر يلون بيها ويستخرج الالوان بتاعته، زي حجر اللازورد، الحجر الجيري، عارفين الفحم اللي بيطلع اللون الاسود، بيبتدي يطحنه ويعمله اللون الاسود بتاعه. كل الالوان اللي بيجيبها من الطبيعه بس اللي حواليه، حتى الورق اللي بيرسم عليه او بيكتب عليه جابه برده من النباتات اللي زرعها، زي نبات البردي عباره عن ساق طويله بيزرعها في الجنينه، بيقطعها شرايح رفيعه جدا يلزقها مع بعض بالعرض والطول بيعمل شكل الورقه دي، ورقه البردي. طيب هو النقوش بتاعته اللي بنشوفها على جدران المعابد والاهرامات والحاجات اللي احنا بنزورها، مش بنلاقي ساعات حاجات بارزه قوي؟ صح. في حاجات ساعات داخله لجوه شويه غائره، نحت برافو. احنا عندنا كان عنده حاجه مهمه جدا بيعملها في الحضاره بتاعته، المسلات. عارفين المسله؟ هي عمود طويل من الجرانيت كان بينحتها في اسوان، لان في اسوان بس هو كان موجود عندنا الجرانيت بتاعنا، فكان ينحت المسله في اسوان ويبتدي ان هو يعمل النقوش بتاعتها. ممكن يعملها بشكل بارز وممكن يعملها بشكل غائر. فاحنا عندنا لعبه حلوه جدا جدا، اللعبه بتاعتنا ان احنا بنطلع من النحت البارز الرسمه بتاعتنا، بنحط الورقه بتاعتنا على المسله ونبتدي ننحت او نعمل زي تريسنج كده، شف نشف المسله. ده حلو قوي. فناخد الصوره دي معانا واحنا مروحين عشان تبقى ذكرى حلوه جدا من المتحف بتاعنا. تحفه. طيب انا بالنسبه لي انا في حاجه مهمه قوي هنا، انا ولادي جم هنا رحلات قبل كده وفي تنقيب، دول بيطلعوا بقى حاجات، انا عايز اعرف الحته دي. ايوه دول جايين عشانها. ايوه بالظبط. احنا بعد الرحله الطويله والتطور بتاعنا، بعد ما بنعرف المعابد والاهرامات والحضاره المصريه القديمه كلها والعلوم والفنون بتاعتهم، انت بقى دورك تكون عالم اثار. فعشان تقدر تكون عالم اثار لازم تعرف المراحل بتاعت علم الاثار. ان احنا اول حاجه لازم نروح المكان ده وندور او نعمل زي فكره مسح، نتاكد ان في اثار ولا لا. ده طبعا بيتم عن طريق الاجهزه الحديثه بتاعتنا، نقدر نشوف الحاجات بتاعتنا عن طريق الاجهزه. المكان ده فيه معادن، فيه احجار، فيه فخار. طيب يبتدي بقى عالم الاثار يلبس الطاقيه بتاعته وياخد الجواريف، يبتدي ان هو يحفر ويطلع التماثيل اللي موجوده. حلو قوي. يعني بيستخرجوا اثار. ايوه بنستخرج احنا اثار دلوقتي من الارض. طيب الاثار دي في الاخر لازم ننظفها بالفرشه ونبتدي نحللها، نقول كل واحده فيها راجعه لاي عصر. مصر منين بقى؟ عصور كتيره. احنا العصر الفرعوني او الحضاره المصريه القديمه اول حضاره، صح؟ بعد كده جه مين عندنا؟ اليونان والرومان، صح؟ بعد كده الحضاره ايه؟ القبطيه والاسلاميه، دي اخر دي الحضارات اللي عدت علينا في مصر. تمام. طيب كل ما ننزل تحت كل ما الطبقه بتاعتنا بتقدم، كل ما ننزل طبقه كل ما الاثار بتاعتنا بتقدم. بالظبط. احنا ممكن نحفر نلاقي اثار اسلاميه، ممكن نحفر نلاقي اثار قبلها يوناني وروماني. حلو قوي. مصري قديم. فاحنا لازم نتعلم كده. اهم حاجه بقى بنتعلمها هي الاثار دي مكانها فين، بتتحط فين. بعد ما احنا بعد ما اكتشف تمثال مثلا هنحطه فين؟ زي في المتحف. في المتحف. برافو عليك، شاطر جدا. اهم حاجه بنتعلمها الاثار دي، مش بناخدها معانا واحنا مروحين. الاثار دي بنحطها او نسيبها في المتحف والناس تتعلم وتدرس منها. حلوه قوي. ايه الجوله الرائعه دي، انا انبسطت جدا والله بالحاجات الحلوه دي، وهنلعب لعبه التنقيب، انا عايزه اكتشف حاجات برضو. بشكرك قوي ريان بجد، يعني حقيقه قلت لنا حاجات حلوه جدا، والمكان غني غني يعني قيم وفيه حاجات كتيره. بجد يعني انا عايزه كل اصحابنا حتى اللي شايفينا دلوقتي لازم يجوا رحلات للمكان ده، هيتبسطوا كتير. طيب يلا نشوف بقى جولتنا في الدور ده هتبقى عامله ازاي. يلا بينا. يلا بينا.
دلوقتي احنا في الدور الخاص بنهر النيل، وبجد هو حلو قوي، وهنعرف فيه معلومات شيقه جدا جدا عن الحياه اليوميه للانسان المصري القديم وارتباطها بالنيل من ضيفتنا اللي منورانا زيزي مصطفى امينة المتحف. اهلا بيكي يا زيزي. صباح بحضرتك. صباح الخير. الاخبار تمام؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. احكي لنا بقى، يعني عايزاكي تعملي معانا جوله في الدور الجميل ده، قولي بنبدا بقى من اول فين ولغايه لما بنوصل لحد فين. خلاص اوكي. احنا هنا في الدور ده فكرته بنتكلم على الحياه اليوميه عند المصري القديم. بعد كده اول جزء بنتكلم عليه وهو مواسم السنه متقسمه 3 مواسم تمام عند المصري القديم. اول موسم عندنا اللي هو موسم الفيضان. تمام. موسم الفيضان ده بالنسبه لهم كان موسم الخير، عشان من خلاله بيحددوا المحاصيل اللي هم هيزرعوها، الضرايب اللي هيفرضوها في البلد، عشان لو نسبه ميه نهر النيل مرتفعه في محاصيل ممكن تبوظ. فلازم بيحددوا الاول ارتفاع ميه نهر النيل ازاي، بعد كده يبتدوا ايه يحددوا المحاصيل اللي هم هيزرعوها. يا سلام، شوفي شوفي كانوا بيفكروا ازاي. حلو قوي. وطبعا كان عندهم مقياس نيل، معنى كده ان هم يحددوا ارتفاع الميه، فده معناه ان هم كان عندهم مقياس نهر النيل. طبعا. بعد موسم الفيضان بقى بنطلع في جزئيه بنتكلم فيها على ادوات الري. تمام. قبل ما نروح لادوات الري، الاول خالص اول ما ندخل في فيلم بيتعرض عن موسم الفيضان. مظبوط. لان احنا في الدور ده في كذا فيلم بيتعرض لكل موسم تقريبا. صح؟ ايوه فعلا. طيب موسم الفيلم ده بقى بيتكلم عن اختيار المحاصيل واللي انت قلتيه ده. الفيلم ده بيتكلم بيورينا شكل الفيضان نهر النيل ازاي. تمام. ان الفيضان حتى بيجيب لنا طمي النيل. تمام. الدول اللي بينبع منها نهر النيل. مظبوط. بيورينا منابع دولة نهر النيل، يعني ان هو بتيجي من اوغندا واثيوبيا. بيعمل لي نيلين، نيل ازرق ونيل ابيض. تمام. بعد كده بقى بيرتقي عندي في الخرطوم اللي هي عاصمة السودان. تمام. من اول الخرطوم بيبتدي يتكون بقى نهر النيل اللي عندنا في مصر. بعد كده نهر النيل بيعمل لي فرعين اللي هو فرع رشيد ودمياط. اخر حاجة بيصب عندي في البحر المتوسط. طبعا. تمام. حلو قوي. بعد كده بقى عندنا طبعا اللي هي ادوات الري. تمام. ادوات الري اول اداه كانت عندنا وهي ما زالت موجوده بس مش كتير، اللي هي عجله الساقيه. الساقيه طبعا اللي هو كانوا ايه بيسقوا بيها الاراضي الزراعيه. بعد عجله الساقيه عندنا نموذج لاداه اسمها الشادوف. والشادوف ده يقال ان هي قبل عجله الساقيه، يعني ان هي اول اداه ابتكرها المصري القديم. مظبوط. بعد الشادوف اخر اداه بقى اخترعها المصري القديم اللي هي حاجة اسمها الطنبور. الطنبور ده كان طبعا بتصنع من الخشب وجواه فيه مسمار حلزوني، فهو يعني المسمار بقى بيدفق المية للأرض الزراعية. بعد ما نخلص نماذج أدوات الري بننتقل على حاجة اسمها بيت الحياة. تمام. بيت الحياة دي دلوقتي حاجة زي عندنا اللي هي المدرسة. حلو قوي. قبل بيت الحياه وقبل المدرسه خلينا نقف شويه، لان ماشي. الجزء اللي بيتكلم عن ادوات الري ده رائع ومبهر وحلو جدا، وبعدين بقى لعبه كمان، يعني الاطفال يقدروا كمان يمارسوا فيه نشاط كده لطيف قوي هنعمله مع بعض يا اولاد. مثلا مسابقه المراكب مثلا، ان كل حد يمسك مركب ونشوف مركب مين اللي هيوصل الاول. صح. بس ده بيعتمدوا فيها تقريبا على قوه الرياح او حاجه زي كده. صح. ازاي احنا هنا الولاده دي ايه بقى؟ عايزه اعرف. هل دي خليها تجاوب يا بندوق يا حبيبي، خليها تجاوب على السؤال. الساقية ولا الطنبوره ولا برضه طنبوره؟ مش دي اسمها الطنبوره اصلا. اللي ورانا دي هي حاجه اسمها عجله الساقيه. عجله الساقيه دي بقى فكرتها ان المصري القديم كان بيسقي بيها الاراضي الزراعيه بتاعته. هي دي اللي في الفيوم اللي بتعمل ثواني. ايوه والله. هي ايوه. فعجله الساقيه دي بقى كانوا بيشغلوها ازاي؟ بيجيب اللي هي الحيوانات اللي هي كبيره الحجم، هم بقى اللي بيفضلوا يلفوا كده وبيشغلوا لنا بقى عجله الساقيه. ايوه عشان يسقوا بيها الاراضي الزراعيه. ما نامت. ايوه انا فاكرها الاغنيه دي. ده يعني بنتخ والله اكبر من سنه بكتير، عارف اغاني مش عارف. يا سلام يا بندوق. ايوه ايوه فاكرها. فهي فعلا السيد انه بيفضل يلف كده علشان هي تشتغل بقى، تجيب الميه تشتغل. بالظبط. هي فيها اواني فخاريه مربوطه، فالاواني دي هي اللي بتتملي بالميه. حلو قوي. طب الشادوف فين؟ فين الشادوف؟ عندنا نموذج ورا للشادوف. الشادوف ده بيكون عباره عن خشبه طويله، وفي جزء يعني في الطرف الاول بيكون فيه حجر تقيل، والطرف الثاني بيكون يعني مربوط فيه زي وعاء كده. تمام. فبينزلوه يرفعوا بيه الميه، فالحجر من تقله بيرفع بينزلوا بحبل كده. صح. بالظبط. صح يا بنتوخ. برافو. طيب ما جاوبتنيش بقى بنتخ. نط في حته كوتري. عايزين نعرف المركب بيمشي زي يا بنتوخي، لان
في غالبا حاجه بتمشي ايه بقى؟ المركب بيمشي معانا باتجاه الرياح. تمام. لو معانا المركب ماشي في اتجاه الهواء فهي هتمشي عادي. صح. فحتى عندنا دلوقتي في مراكب بنلاقي فيها الشراع. الشراع ده بقى عشان خاطر يمشي لنا ايه؟ الهواء يمشي مع المركب. يمشي مع المركب بالظبط. واندفاع المايه طبعا عندنا برضه بيبقى في اتجاه الهواء. طبعا بيبقى في اتجاه. هو احنا دلوقتي ما عادش عندنا فيضان يا ام سلمى؟ ولا لسه في فيضان بيحصل؟ لا بقى من بعد السد العالي. من بعد السد طبعا ما بقاش عندنا فيضان. يعني الكلام ده كان زمان بس، انما دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي من الاول خالص بقى يا بندخ، من ساعه المصري القديم كان عايش ازاي؟ كانش في سد. بعد كده بقى بعد ما خلصنا المرحله دي هندخل على المدرسه. انتوا كلنا هنا في المدرسه طبعا. بس احنا في الاجازه يا ماما سلمى. ايوه بس قصدي لازم كلنا السيره دي يعني. لا بس المدرسه بتاع خيال كان اسمها ايه المدرسه؟ اللي بمرستان بيرمستان. لا لا بص كان اسمها بيت الايه؟ كان اسمها بيت الحياه. بيت الحياه. هو يعني المدرسه بالنسبه لهم كانت حياه. هو احنا دلوقتي بنحب المدرسه؟ ايوه. صح؟ زمان المصري كان بيحب المدرسه جدا، كانوا مسمينها بيت الحياه عشان بالنسبه له المدرسه دي حياته. بيروح يتعلم فيها كل حاجه، بيتعلم فيها اللغه بتاعته، بيتعلم فيها الحساب، وكمان كانوا شطار جدا جدا. كان في بي اي؟ فاحنا جوه عندنا نموذج. ايه بي اي؟ بي اي بي اي. كان في العاب. ايوه كانوا بيلعبوا لعبه. طبعا كان عندهم العاب. دي الطف حاجه في المدرسه. دي لا هم زمان بقى المدرسه كان بالنسبه لهم بس للمذاكره بقى، يقعدوا يذاكروا ويتعلموا فيها. وكمان جوه عندنا نموذج لمدرسه اللي هو بيت الحياه. المدرسه بتاعتهم جميله جدا جدا. هنشوف كل نشوف اللغه كانوا بيتعلموها ازاي. الحسابات كانت عباره هيروغليفيه. طبعا الكتابه بتاعتهم عندهم الكتابه الهيروغليفيه. عندنا نموذج جوه لحجر رشيد اللي هو فكنا رموز الحضاره المصريه القديمه. وكمان كان عندهم ادوات قياس كانوا بيقيسوا بيها. فجوه كلنا هنشوف النماذج دي وهنلعب بيها كمان. الله حلوة قوي. انا لاحظت فعلا انه المكان ده اللي هو بيت الحياه ده فيه حاجات فيه العاب بجد. العاب يعني انتوا عاملينها شبه الحاجات اللي كانوا هما بيعملوها بالزبط. زمان في المدرسه بتاعتنا. ايوه وهيكتبوا كمان جوه لما ندخل جوه هيكتبوا هما كمان هيروغليفي. بجد. ايه ده كل واحد هيعرف اسمه بقى بالهيروغليفي. عايز تقول حاجه يا انس؟ قول. هل هما كانوا بيتعلموا لغات زي اللي موجوده دلوقتي؟ هما زمان كان عندهم لغات مختلفة عن اللي عندنا خالص، كانت اللغات المصرية القديمة. وعندهم كتابات اللي هي الكتابة الهيروغليفية اللي هنشوفها دلوقتي لما ندخل جوه. بس لغتهم طبعا مش زي لغتنا، لا هي مختلفة تماما. ما كانش في بقى عربي وانجليزي وفرنساوي بالظبط، كانت لغة مصرية قديمة. تمام، حد تاني هيسأل حاجة يا ولاد؟ نكمل؟ كانوا بيهتموا عنده حاجة بالزبط. يسألها عادي. بعد كده بقى بعد مدرسة الحياة بيت الحياة اللي هو المدرسة. بعد ما نخلص بيت الحياة بقى بندخل على تاني موسم عند المصري القديم. اللي هو موسم الزراعة. تمام. بعد ما خلاص يخلص معانا موسم الفيضان بيجي المصري بأدواته عشان ينظف الأرض. لازم بعد الفيضان ننظف الأرض. تمام. بعد كده طبعا بيجيب البذور اللي ايه؟ اللي هيزرعها. هو خلاص بقى اختار على حسب الفيضان وقياس المية بالظبط هو هيزرع ايه؟ هيزرع ايه؟ حلوة قوي. تفتكروا كانوا بيزرعوا ايه؟ كانوا بيزرعوا ايه زمان؟ حد يعرف؟ في محصول لحد دلوقتي مهم عندنا وما نقدرش نستغنى عنه. ايه قول؟ كانوا بيزرعوا النبات البردي؟ هو البردي هو نبات بس هم بيزرعوا حاجه مهمه عشان الاكل وهو لحد دلوقتي عندنا حاجه اهم حاجه كانوا بيزرعوها عشان الاكل ايه؟ اللي بنعمل منها العيش القمح القمح مش كده؟ برافو ده كان اهم حاجه بتتزرع زمان مش كده؟ بالظبط إيه؟ وهو لحد دلوقتي اهم حاجه طبعًا عندنا طبعًا اللي هو محصول القمح. بيجي المصري بقى في موسم الزراعه بيجيب طبعا البذور اللي هو ايه؟ هيزرعها ولازم بيجيب معاه الحيوانات معاه. طب الحيوانات هتساعده في ايه في الارض تفتكروا؟ ليه بياخد معاه الحيوانات في الارض الزراعيه؟ هتساعده في ايه؟ عشان الطيور ما تاكلش المحصول؟ احنا لسه ما زرعناش. ها تفتكروا الحيوانات هتساعده في ايه؟ عشان الساقيه تركب تربو بيها عشان مثلا برافو عليك عجله الساقيه بتشتغل بال صح ممكن حاجه كمان ممكن الابقار والجواميس اللي هم الكبار يعني الحيوانات الكبيره الضخمه كانوا بيساعدوه فعلا ان هم ان هو يشغل الساقيه فيسقي الزرع اللي بيزرعه. برافو عليك. برافو. ايه كمان؟ ويحرسوا الارض. ويحرسوا الارض. برافو. برافو. كان عندنا اداه اسمها المحراث فعلا كانت لازم بنربط فيها الحيوانات عشان ايه يشدوا اداه المحراث. حلو. وكمان كانوا بيعملوا حاجه مهمه جدا. هو احنا دلوقتي لما نمشي فوق الطين بنعمل ايه؟ مش بنسيب اثر؟ فكانوا بيجيبوا الحيوانات تمشي فوق الطين عشان تعمل لنا الحفره اللي يحطوا فيها ايه؟ البذره. ده شفتوا بقى كانوا بيفكروا ازاي؟
حلوه قوي ده. بالظبط بيساعدوهم بجد في الزراعه نفسها، بيساعدوهم اه انهم يحطوا البذر كمان، بيحطوه في البذر. رائع. بعد ما نخلص موسم الزراعه ويزرع كل حاجه بين موسم الزراعه وموسم الحصاد في فتره طويله جدا، شفتوا زي الاجازه كده عندنا شهور. اربع شهور بالظبط. المصري القديم كان بطبعه مش كسلان خالص، ما كانش بيحب ايه يقعد في البيت. في الفترة دي كانوا هم بيعملوا حاجات مهمة، كانوا بيبنوا البيوت وبيبنوا المعابد. عشان هو المصري القديم بطبعه ما بيحبش يقعد فاضي. فكان حتى الوقت بتاعه منظمه. ففي موسم الفترة دي، في الفترة دي كان بيبني البيت وبيبني المعبد. وجوه برضو هنشوف نموذج للبيت المصري القديم ازاي، وهنشوف كمان نموذج للمعبد. طيب، البيت كانوا بيبنوه من الطوب اللبن. أما المعابد كانت بتتبني من الحجارة. عشان هم دايما كانوا بيهتموا بالمعابد، بيهتموا بالمقابر بتاعتهم، عشان بالنسبه لهم عندهم اعتقاد طبعا المصري القديم، اعتقاد اللي هو البعث والخلود. الحياه بعد الموت. فعشان كده لو لاحظنا هنلاقي ان المعابد مبنيه من الحجاره، المقابر مبنيه من الحجاره، بس لو لاحظنا هنلاقي البيت بتاعه مبني من ايه؟ من الطين اللبن. من الطين اللبن. ده نموذج عن ده بقى بين فتره ايه؟ بين موسم الزراعه وموسم الحصاد. الحصاد بقى الزرع بتاعه. بالظبط. طيب حلو قوي، يعني الفتره دي كانت فتره البناء. فتره البناء. تمام حلو قوي. طيب وصلنا لموسم ايه؟ انتوا اللي قولوا الحصاد. لا انتوا كلكم كلنا نقول الحصاد. الحصاد صح؟ عارفين يعني ايه الحصاد؟ بيحصد الزرع. يعني نلم الزرع بالظلام المحصول بقى بتاعنا. طيب هو الطبيعي انه لما نلم المحصول هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي لمينا المحصول بتاعنا، فهنروح هنعمله بقى دقيق وبعدين نعمله عيش. اكيد ناكل منه. برافو. والباقي بنعمل فيه ايه؟ نخزنه. بنبيعه. بنروح السوق مش كده ولا ايه يا زيزي؟ اكيد طبعا بنروح السوق. طبعا بعد ما خلصنا موسم الزراعه والمصري بنى البيت، بعد كده بيدخل معانا على اخر موسم عند المصري القديم. وهو موسم اسمه موسم الحصاد. تمام. موسم الحصاد ده بالنسبه لهم بقى عيد، ان هم بيحتفلوا خلاص بقى هيجمعوا كل اللي زرعوه. فاول ما المحصول يطلع كانوا لازم يجروا على الارض يجمعوا المحصول. تفتكروا ليه لازم على طول يجمعوه؟ عشان لو عندنا قمح، عشان مين غير ما يبوظ؟ ممكن مين لو عندنا قمح الطيور ممكن تيجي تاكله صح؟ تيجي تاكله اصلا، لازم نلمه بسرعه. فكان لازم بسرعه يلموا المحاصيل اول ما تطلع. تمام. بعد ما يلموا المحاصيل طبعا هياخدوا ليهم طبعا للبيت صح؟ اه اكيد. واللي يزيد بيروحوا بعد كده السوق. حلو. السوق يروحوا يبيعوا المحاصيل بتاعتهم. طب استني يا زيزي، كانوا بيبيعوه بكام تفتكروا؟ يعني مثلا القمح كانوا بيبيعوه بكام؟ نظام المقايضه؟ نظام المقايضه. برافو. ده كمان انت شاطرين اهو. الحمد لله. شطوره. ما كانش فيه فلوس. برافو. ايوه مش بيتعاملوا بالفلوس، كانوا بيبدلوا مع بعض مقايضه، يعني منتج بمنتج، محصول بمحصول، سلعه بسلعه، صح كده؟ ايوه. طيب. كان لما يروح السوق زي ما انتوا قلتوا كده ما كانش عندهم فلوس. كانوا بيعملوا ايه؟ تبديل المحاصيل مع بعض. ان انتوا مثلا بتبدلوا ايه المحاصيل، اللي هو اسمه اسلوب المقايضه. بيبدلوا المحاصيل، كل واحد بيكون معاه اللي هو زرعه، ونبتدي ايه يبدلوا مع بعض. اوكي. يعني يا بنتخ انت زرعت ايه؟ ممكن اديله مثلا 10 بيضات واخد مكانها. ايوه. انت لا انت مش زارع بقى، ده انت كده مربي فراخ. انا مربي فراخ عندي في يعني. اوكي. وانا اديك مثلا شويه قمح من انا زرعتهم، صح كده؟ صح. طيب هو دلوقتي في اسلوب المقايضه، مش احنا قلنا بنبدل؟ طب ما انا ممكن انت تديني حاجه زياده وانا مدياك حاجه ايه ناقصه قليله. فكانوا بيستخدموا ايه لازم تفتكروا؟ الميزان. برافو. كان الميزان ده بقى حاجه مهمه جدا في السوق، عشان لازم نوزن المحاصيل مع بعض. طبعا. ده بقى كده عندنا خلصنا السوق. طيب احنا دلوقتي ايه حاجه مهمه ما نقدرش نستغنى عنها في الاكل، لازم في كل وجبه تكون عندنا؟ العيش. 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 برافو. فعملنا ايه بقى في العيش؟ كان عندهم بقى صناعه الخبز، ده بقى حاجه ايه مهمه جدا. كانوا لازم بيجيبوا القمح ويطحنوها في اداه هنشوفها جوه اسمها الرحايه. بيطحنوها كده. بالظبط. ايوه صح. بعد كده بعد ما طبعا يطحنوها وتبقى دقيق ويخلصوا العجين، بيبتدوا بقى على طول يروحوا للفرن، وعندنا نموذج برضو للفرن هنشوفه جوه عشان يعملوا العيش بتاعهم. حلو قوي. طيب احنا بعنا قمح، بعنا محاصيل قمح. معلش، هو مش كانوا بيعملوا عيش شمسي؟ كانوا بيستخدموا الشمس. فعلا كانوا بيعملوا عيش شمسي، هنشوفه برضه عندنا نموذج للعيش. في الفرن ولا في العيش؟ في نموذج للشمسي وفي نموذج للافران القديمه. للافران القديمه. مش فرن يا بنتك زي اللي عندنا في البوتاجاز.
لا ده فرن تاني. فرن بالطين مظبوط يعني بالطين. مبني يعني بتعمل بالطين فعلا. اه مبني تمام. وكانوا بيعملوا العيش في الافران دي، وبعدين لما يتبقى بقى القمح كانوا بيعملوا فيه ايه؟ لما يتبقى معاهم قمح كانوا بيخزنوها في حاجه اسمها الصومعه. الصومعه دي بقى فكرتها كانت فيها فتحه من فوق يحطوا فيها القمح، وفيها فتحه من تحت. الفتحه اللي من تحت دي عشان ناخد منها المحاصيل. طب تفتكروا ليه ما ياخدوهاش من فوق؟ ليه ياخدوا المحاصيل من تحت؟ عشان بتكون اتعملت. احنا دلوقتي دخلنا حبوب القمح جوه الصومعه. بصوا عارفين الكولمان الميه، بنحط الميه من فوق صح، وبناخد الميه من تحت. هي نفس الفكره، احنا قلدناهم بقى. هي نفس الفكره دي. ليه بقى هم بياخدوها القمح من تحت مش بياخدوا من فوق؟ عشان اللي تحت ايه تفتكري؟ يعني قدم شويه صح. بالزبط. ما بياخدوش من الجديد علشان يبقى يعني ياخدوا يعني يبقى الاستهلاك مظبوط عشان اللي تحت ما يبصش مثلا. بالظبط. لو قعد اكتر لو احنا قعدنا بالظبط، لو قعدنا ناخد من فوق مش كل شويه هنفضل ناخد من الجديد اللي احنا بنحطه والقديم هيبقى تحت هيعفن. فكانوا بيعملوا فتحه تحت ان هم ياخدوا منها عشان ياخدوا ايه اول باول القديم. تمام. شفتوا بقى المصري القديم ازاي كان بيفكر؟ اه لا بصراحه ما كانش عمل لنا الحضارات دي كلها صراحه يعني. عندك حق. طيب انا خدت بالي برضو ان هنا في ملابس وفي حاجات اوضه الملكه وحاجات كده جميله قوي. أيوة يعني فعلا. ده ايه ده بقى؟ ده ملوش علاقه بحياه المصري القديم العادي هو صح؟ خلاص بعد ما يخلص موسم الحصاد ويبيع كل حاجه، عندنا بقى نموذج لغرفه، غرفه الملكه. غرفه الملكه دي بقى حاجه رائعه جدا، هنشوف جواها مقتنيات خاصه بالملكه، هنشوف صندوق خاص بالمجوهرات بتاعتها، صندوق خاص كمان بالعطور. صناديق المجوهرات يا بنات. صندوق كمان خاص للعطور. ايه علبه قد كده؟ هما لابعه صناديق. ايوه طبعا. وملابس صح؟ وملابس طبعا بتاعتها. كمان في صندوق خاص للعطور والمكياج. وصندوق خاص كمان للاقمشه. ده كله نماذج هنشوفها جوه. هو كان في مكياج غير الكحل؟ اه طبعا كان عندهم برضه بيعملوا كل حاجه. اه كان العطور طبعا ده والعطور اه كانوا مميزين. عطور مجوهرات كل حاجه كان عندهم باستفاضه يعني ما شاء الله. وكان عندها ايه يا بنات؟ يعني انا بس بقول بنات عشان هي حاجات بتاعت الملكه. كان عندهم صندوق لكل حاجه لوحدها، مش يحطوا كل حاجه مع بعضها. صندوق للعطور لوحدها، صندوق للملابس، صندوق للمجوهرات، كل حاجه ليها صندوق لوحدها. والسرير بتاعها كمان. اه وجوه كمان عندنا فعلا نموذج للسرير. وكمان في صندوق خاص بالاقمشه بتاعتها. يا سلام يا سلام. كان عندهم حاجات كتير. ملكه بقى ملكه. طيب بعد ما نخلص الغرفه بتاعت الملكه دي بقى في ملابس تقريبا بالزبط. او حاجات كده احنا هنجربها اخر ايام السنه. ايوه. اخر ايام السنه بقى عند المصري القديم كان بيقضيها كلها في الاحتفالات. كان بيقعد بس يحتفل. اه خلاص حصل بالظبط خلص وباع وكل. كان بيقضيها في الاحتفالات. حلو. طب عشان يروح يحتفل كان لازم بيلبس الزي الرسمي بتاعه اللي احنا دلوقتي كلنا هنلبسه وهتتصوروا بيه. وكمان كان لازم بياخدوا معاهم الادوات الموسيقيه. الله. اه عندهم ادوات. كان احتفال بقى بالظبط. احتفال اه بالموسيقى وبيغنوا بقى اكيد. بالظبط. اه هنشوفه جوه. في غرب. كانوا بيحتفلوا ازاي؟ كانوا بيحتفلوا ازاي؟ زي كده احنا دلوقتي كده بنحتفل زي بالعيد كده وبالاعياد الميلاد، ولا هم كانوا بيحتفلوا؟ هم برضو كانوا بيحتفلوا بالاعياد بتاعتهم طبعا، بس لازم اخر السنه بيقضوها في الاحتفالات. بيحتفلوا ازاي؟ كانوا لازم يلبسوا الزي الرسمي بتاعهم وياخدوا الادوات الموسيقى كلها، وكمان بيفضلوا بقى يغنوا اناشيد كتير جدا. وكمان جوه هنشوف نماذج كتيره لادوات الموسيقى. عندهم الكساره، عندهم الهارب، عندهم البوق، وهنشوف نموذج انتوا هتجربوه كمان وهتعزفوا عليه اللي هو الهارب. الله. هتلبسوا ازاي وتعزفوا على الهارب؟ ايه ده؟ ده حلو قوي ده. حاجه جميله قوي يا ماما سلمى. ايوه ده انا يعني انا متشوق جدا ان انا اخش نتفرج بقى. وانتم متشوقين اكيد كلكم. آه يلا نتفرج بقى يلا. الجوله الحلوه قوي دي ونجرب الحاجات كمان اللي قالتلنا عليها دي. بشكرك قوي يا زيزي بجد يعني انا من الكلام بس كده احنا مبسوطين جدا وعايزين بقى نشوف كل الحاجات دي. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. Thank you.
كده بقى احنا جولتنا النهارده خلصت في المركز الطفل للحضاره والابداع. والحقيقه احنا اتبسطنا جدا، انه انا شخصيا يعني اتبسطت جدا. يا بندوخي اتبسطت النهارده؟ اتبسطت جدا جدا يا ماما سلمى. طيب انا عايزه بقى اعرف منكم يا ولاد، كل واحد فيكم يقول لي سريعا كده ايه اكتر حاجه عجبته النهارده. يعني احنا عملنا جوله حلوه قوي النهارده، فعايزه اعرف بقى كل واحد فيكم ايه اكتر حاجه عجبته. مين يحب يبدا؟ مين؟ يلا ابداي قولي لي. اكتر حاجه عجبتني زي الفرعون لما لبسته وصورت بيه. عشان انت لبستي ملكه برضه وقعدتي على كرسي الملكه صح؟ ايوه صح، كان حلو قوي. مين تاني يقول؟ ها بصي اهو، انا ممكن اقول ثلاث حاجات عجبوني. هي اول حاجه ال ال اختاري اكتر حاجه واحده بس. اول حاجه اللي هي التنقيب عن الاثار. لما طلعت انت بقى لقيتي ايه في الاثار؟ لقيتي ايه؟ انا طلعت حاجات كتير قوي، اهرامات وحاجات كتير اشكال حلوه قوي. طيب هي حاجه واحده بس. ها ادهم قول لي اكتر حاجه عجبتك، قرب المايك. كانت مغامره الهرم. مغامره الهرم، اوكي يا حبيبي قول لي. يلا يا انس. اكتر حاجه عجبتني التنقيب وكمان في الاهرام التنقيب وبس. بس التنقيب اكتر حاجه. يلا يا اياد قول لي انت المايك. يا اياد، اياد ايه اكتر حاجه حبيتها النهارده؟ هتفت اسم بالي لما شفت الاكس راي. اه طيب قولي لي بقى اكتر حاجه عجبتك النهارده. لا انا كنت عايزه اطلع مرشده سياحيه، فانا اكتسبت معلومات عشان احقق حلمي. ايوه صحيح، انت كنت بتقولي عايزه اطلع مرشده سياحيه. يعني انت بتهيالي من اكتر حد، من اكتر الناس اللي استفادوا النهارده بقى. خدتي معلومات تنفعك في شغلك بعد كده صح؟ طب حلو قوي والله. طيب هل حد فيكم النهارده عارف معلومه جديده ما كانش يعرفها قبل كده؟ انا 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 كلكم قولي يا بندخ. انا اتعلمت ان في ثلاث مواسم كانت بتعدي على مصر القديمه. ايوه فعلا بالظبط. أيوة. الفيضان. ايوه وايه؟ والزراعه والحصاد. والزراعه وبعدين الحصاد صح. برافو عليك صح. يا بندوخي انا بحب بقى قوي الموسم الاخير اللي هو بنلعب فيه بقى، فيه احتفالات بقى وهيصه. ايوه ده اللي فيه اعياد واحتفالات صح. عندك حق يا بنتي. انا بقى ايه اقعد طول السنه كده واخي اخر الموسم دوت العب بقى واهزر بقى وانبسط بقى. ايوه فعلا يا بندوخي دي معلومه حلوه. طب انت ايه اكتر مكان بقى عجبك او حاجه عملناها النهارده عجبتك كده زي اصحابي؟ انا انبسطت قوي لما مشينا المراكب في نهر النيل. يا سلام بقى، والشراع بقى الرياح تحرك المراكب كده. ايوه كانت جميله قوي فعلا يا بندوخي. عندك حق. والسواقي كانت جميله، عرفت ازاي الساقيه بتشتغل. ايوه الساقيه وازاي الشادوف بيشتغل صح. فعلا يا بندوخي كل الحاجات اللي شفناها في الحته بتاعت نهر النيل دي وادوات الري كانت فعلا لطيفه جدا. طب انا عايز اسال صحابنا كمان، ايه بقى المعلومه اللي انتوا عرفتوها النهارده لاول مره وما كنتوش عارفينها ما كملناش كلام؟ اللي معاه المايك يجاوب الاول. قولي يا روبين. هو في كتير بس انا اخترت اتنين منهم. واحده بس يلا. ها ايش لنهر النيل فرع دمياط ورشيد بيصبوا في البحر الابيض المتوسط. بتهزري، انت في سنه كام؟ برايمري 5. في خمسة ما كنتيش عارفة المعلومة دي؟ مش معقولة، ده احنا خدناها أكيد من بدري. كويس يا ماما سلمى، كويس إنها تعلمتها حاجة طبعا جميل. كويس جدا إن احنا نعرف معلومات جديدة، بس بتهيألي ما خدتيهاش معقولة لسه في المدرسة؟ يمكن رابعة، هي رابعة كانت أول سنة فيها دراسات يا بندوخي باين صح؟ أيوه مش عارف يا ماما سلمى. عشان كده يمكن. طب الحمد لله برضو إن احنا عرفنا معلومة حتى لو ما كناش خدنا بالنا منها في المدرسة، دينا خدنا بالنا منها في الرحلة، دي حاجة مهمة. ها قولي يا حنين، إيه بقى اللي اتعلمتيه النهاردة؟ أنا اتعلمت الحاجة اللي هي قالتها، وتعلمت برضو ان الزرافه ملهاش صوت عشان رقبتها طويله وهي ما عندهاش احبال صوتيه. احبال صوتيه ما عندهاش صوت، دي برضو كانت معلومه جديده عليا تخيلوا. قولي يا ادهم. واللي كنت اعرفه جديد برضو ان الاهرامات عددها اكبر من اكتر من 123 هرم. شفتوا احنا كنا بنقول كام؟ 10 باين ولا 6، قلنا ارقام يعني ملهاش دعوه خالص. قولي يا انس. وان الاهرامات كمان كان فيها فتحات تهويه، كانوا فاكرين ان هي كانوا فاكرين ان هي فتحات تهويه. بس ايوه بس طلعت بتفيد الفلك كمان. ايوه بتحدد نجوم وحاجات كده. برافو عليك صح يا انس. ايه ده احنا استفدنا معلومات كتير النهارده. وانثى الفيل بتبقى حامل في الفيل الصغنن سنتين وشويه.
سنتين وشويه كان قال لي كام؟ 22 شهر. ايوه 22 شهر، لا يعني مش سنتين الا شهرين، حاجه كده يعني. طب وفاكر ابن الفيل اسمه ايه؟ لا دي صعبه قوي. فاكرين؟ لا ده انت حتى قعدت تقول اشرف ساعتها. كان اسمه ايه؟ دغفل. صح يا انس، برافو عليك. برافو يا انس شطور. صح فعلا عندك حق. وقولي لي بقى ايه الحاجه اللي اتعلمتيها النهارده يا رودي؟ ما كنتيش عارفاها قبل كده. اللي في اول النهر النيل. المايك قدام بقى. اللي في اول النهر النيل بيبقى لونه بني. لو في منابعه عشان التمر بعد كده بيبقى لونه ازرق. لما بيقابل النيل الازرق في الخرطوم، لما بيتقابل النيل الازرق مع النيل الابيض. ده حلو جدا والله، برافو عليكم. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا استفدنا معلومات حلوه. انتوا عارفين النهارده الفسحه الحلوه بتاعتنا دي، انا عايزه اقول لكل اصحابنا اصلا اللي متابعينا دلوقتي، الفسحه بتاعت النهارده دي فسحه لذيذه يعني ممتعه في نفس الوقت مفيده، ودي حاجه حلوه قوي. كان زمان كده وانا صغيره كان في اغنيه حلوه قوي بتقول ايه، بنتك حبيبي بقى هيبقى عارفها عشان بيغني معايا، بتقول ايه؟ يلا نقضي اجازه سعيده ونشوف حاجه جديده مفيده، يلا 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 نقضي اجازه سعيده. برافو يا بنتوخي. جديده مفيده دي بقى كانت اهم حاجه. ودي يا جماعه فرصه يا حبايب قلب ماما سلمى ان انا اقول لكم على حاجه. انتوا اتبسطتوا النهارده؟ قولوا لي الحقيقه، اتبسطتوا؟ اتبسطتوا وعرفتوا معلومات جديده مش كده؟ طيب مش بذمتكم، الكام ساعه اللي قضيناهم في الرحله دول مش احسن ما نفضل قاعدين كده على الكنبه ماسكين الموبايل؟ صح؟ موافقين مش كده؟ يعني ماشي الموبايل لطيف وممكن يبقى عليه العاب وممكن يبقى عليه حاجات حلوه، لكن النزول للحياه والفسحه في اماكن وان احنا نعرف معلومات جديده في فسحه زي دي نبقى مبسوطين وفي نفس الوقت بنتعلم، اكيد احلى بمليون مره من اننا نفضل ماسكين الموبايل. حتى لما ننزل بس مع بابا وماما نشوف الشوارع، نشوف الناس، نشوف البيوت، الحاجات دي كلها بتخلينا نتكون، بتخلي شخصياتنا تتكون احلى بكتير قوي واسرع بكتير قوي من اننا نبقى ماسكين الموبايل طول اليوم. قولي لبابا وماما بقى يا ماما سلمى ينزلوك يفسحوك. ده هم نفسهم. ده انت لو قلت لهم انا مش همسك الموبايل وتعالوا ننزل ونتفسح او نروح مكان هيفرحوا بيك جدا. واصحابي كمان مش كده؟ اصحابي بالظبط كلنا. وكمان انا عايزه كل اصحابنا اللي في البيت بقى، المكان ده فعلا لطيف، مصر مليانه اماكن حلوه وجميله نقدر نروح نتبسط ونتعلم، وفي نفس الوقت الوقت بتاعنا ما نبقاش ضيعناه بقى في حاجه ملهاش لازمه، لا نبقى استفدنا منه. صح؟ اتبسطتوا يعني النهارده؟ ايوه الحمد لله. يا رب كمان كل اصحابنا اللي شايفيننا يكونوا اتبسطوا، واستنونا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه في حلقه جديده من اطفال الحياه. باي باي. على السلامه. باي 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 اصحابنا. مش هنسيبكم ابدا تاني.